5 4 3 2 يلا 5 يلا يا شيخ. يا الله انت وشعرك هذا. احنا مو في يعني شفاش شو انت وجهك يعني ما في مقلب. لا لازم انا هنجح في المسابقه. انا ولا لازم انا هتيح كل بنات. السلام عليكم، كيف حالكم؟ ايش اخباركم؟ زمان عنكم. الكاميرا هنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. ليش مغطي شعرك؟ يعني شكل الطاقية شوية. اعطينا وجهك وطالع في الكاميرا. انت دائما يعني طالع في الموقف كايجابية، فاهمين؟ يعني وجهي صغير صار وجهك زي بذر الزيتون. الله يسعدك. ورجعنا لكم بتحدي مو تحدي. وحاوي يا وحاوي. حلقة اليوم اسك. يعني حسيت المفروض نكون اقوى من كذا الانترو، بس حسيتها. قلنا لكم في الانستغرام حسابنا سوينا فالو. فالو حبيبي عشان تعرف بالاسك ايت ان تسالونا وتتحدونا عشان تطلعوا في هذه الحلقه. ونقينا بعضهم ويلا نبدا. عبد الله جاهز؟ جاهز. ليتس جو. دائما تمسك اصبعي، يعني انت اصبعك قد يدي. ما شاء الله. واول سؤال يجي من ليان، تقول لو حياتك كتاب ايش تسموه؟ جاوبها. انا جاهز. انا عندي واحده. كيف تصبح؟ كيف تتعلم اللغة العربية؟ كيف تصبح سامج بليلة؟ يعني كيف بس؟ متعوب عليك. أم عبد الله تقول أتحداك يا عبد الله ترقص بربس قدام شرطي. الله يعين. يلا قدام. Let's do it. لا يا شيخ. السلام عليكم. رقصوا بالسمار وعلى برا. نعم؟ برا برا. تعرف ايش سويت؟ اسمع. انت شكلك زهقان من الصبح. ايش؟ خليني اوريك طريقه كيف تفرفش عن نفسك. حط رجلك كذا وحط الثانيه كذا وسوي براسك كذا. وسؤال من فوفي تقول ايش احلى شخصيات ديزي عندكم؟ هاي شخصيات ديزي. يعني والله شكلها تسمي ديزني ديزي. يلا ما في مشكله نعتبرها ديزني. طيب طيب يلا ايش احلى شخصيات عندك؟ بالنسبه لي الادن بالبكش فروزن. احب ميكي ماويس. تعرف ان دينا قال دونالد داك. يلا ورينا هذا الحين كان واحد يشنق بطل. مياري تقول ات هو از يور هيرو. من هو بطلك؟ انا بالنسبه لي ماي دادي ماي فازر. دادي ايش تبغى سوبرمان يعني؟ يلا قول لهم مومي يور ماما. الله يحفظها لي. والله يحفظها ابوك لي. طب خلود مثلا ناكي هو از يور هيرو. عبد الله عبد العزيز غصبا عنك. يعجبني الادب. اوكي بس الاخلاق. اوكي بس. سؤال من سمر. سمر هلا والله. لو خيروكم تسافروا العالم مع اصحابكم ولا تتزوجوا احلى بنت في العالم، وسط زين في البنت ايش مع أحلى. نفسها خليها تدور احلى واحد في العالم وتتزوجوا. طب بعدين تجيني انا. لا 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 شكلك قريت كتابي. السؤال اللي بعده دبليو دي يقول لو قالوا لك يا عبد العزيز مليون ولا عبد الله؟ محمد شي. يلا ايش حبيبي. ايش حبيبي مين؟ يلا حبيبي. ايش مين هذا بيقول لي حبيبي؟ اسيل تقول ليش انتم مره كيوت؟ فاطمه تقول مثلوا مقطع من فيلم هندي. نو بروبلم. اوكي فاطمه. نماستي. فوكا. بيبو نور. ديكا كاراهي. علي يسأل وش سالفة الساعة اللي وراكم؟ دائما على نفس الوقت؟ ايش ايش حارق رزقك يا علي؟ اقول لك ايش عبد الله شكله علي هوايته يحط البطاريات في الساعه. تبغى تعذبه؟ ربطه بكرسي؟ فين الفلوس يا علي؟
فكني. هتيجي بالطيب ولا بالشر؟ طيب. ايش ده؟ لا 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 تحت السرير. غادة تقول قد سويتوا بوبو وانتوا نايمين؟ سوينا بوبو 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 ايه يس سويت بوبو بوبو حتى انا كلنا نسوي بوبو بوبو اني تايم صح؟ بوبو صبح بوبو ليل بوبو عصر بوبو عادي كله سوي بوبو. محمد يقول هلا والله اكثر حلقه استمتعت فيها. انا بالنسبه لي احب ايش اللي في الصندوق واخر حلقه وكلمات مقلوبه. انا ايش اللي في الصندوق اكلنا حشرات حلويات يابانيه. والله فيديوهاتك رائعه. شكرا. نعطيكم فرصه عشان عبال ما تضغطوا صعب. طب بعدين حيسيبونا. لا عادي ما في مشكله ارجعوا لنا اصلا رايحين لنفسنا احنا. حلوه حلوه. اللي بعده سؤال من لند. لو خيروك يا عبد العزيز تنط من برج خليفه من دون حمايه ولا تبوس رجل عبد الله؟ هذه لازم تنقال سكت كذا اخبتين. بفير تقول عبد العزيز تشبه سنجاب ايس ايج. واو واو. وانت تشبه الفيل. حلو حلو. مسوي نفسك انت خلاص يعني تعال تبع نفسك. ايش اسمه؟ بفير. بفير تعال يا بفير. تعال نوريك انت بقره. تعال تعال. فمرو بيس بيس. مثلوا اشكال الفولورز اللي يطلبوا منكم لايك والخرابيط هذه. اوبا انا اقول لكم هو في ثلاث انواع لما الناس يسوي كومنتس. نمبر 1 اللي فيرست سكند انا فوزت جيب لي جائزه. لا انا قبلك. انا قبلك والله شوفك. طيب انت فوز. اوكي انت فوز. نمبر 2 اللي يقول لك سامج وهو ميت ضحك. العظيم هم كذا. هذا الشخص البنات اقول لك ايش اللي انا خلاص انه منزل فيديو انا قلت خلاص هذا حيذبح الناس ضحك ولا فجاه اشوف كومنت انا قلت اول كومنت يس منيره يا شوف هذه ايش بقى قبل حصه ايش هنا قبل حصه اخش صوره يطلع كذا اطلع والله واحده شبهي. اول كومنت من الان هذه الحلقه اول كومنت هيا ثاني يلا نشوفكم الحلقه الجايه. وإن شاء الله عجبتكم الحلقة لا تنسوا تعطونا أحلى لايك أحلى ناس. وها عبد الله كم لايك عبد الله؟ دي المرة نريحكم خلاص 50 ديسكاونت. بالنسبة للفايزين في الحلقة اللي فاتت هذولي هم ونمشي دوت كوم يبغوا يهدوا 3 فايزين في دي الحلقة مرة ثانية. والله أنتوا كده والله أنتوا كده. كيف تفوز بهذه الحلقة؟ كيف؟ اضغط أول رابط الموجود في صندوق المعلومات وتحاولوا تلاقوا هذه البلوزة. بام! نقعد شوي عشان عبال سووا كابشرت سووا كابشرت. اول ما تلاقوا الصوره سووا لها كابشرت وارسلوا لنا على حسابنا في الانستغرام كمسج. واول 3 يلقوها حيفوزوا بكوبون من نمشي كل واحد ب 100 ريال. حتصيروا اغنياء حتصيروا اغنياء. وبالنسبه لباقي الريبورترز خشوا اول رابط تحت في الديسكربشن وكود الخصم هو ريبورترز وجيبوا لنا هديه يعني شوبينج شوبينج و